وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل الولادة المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها. أعلن معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين عن تدشين برنامج دعم استمرارية الأعمال، وذلك متابعة لقرارات الحكومة الموقعة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وتنفيذا لأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص.